سلام بنات، كيف عاملين؟ بخير مزيانين. نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معي في القناة، قناة ام محمد سراج. كنشكركم على التعليقات ديالكم، تعليقات قيمة. اليوم فيديو عبارة على كيكة خفيفة وسهلة في التحضير، كتعجب الوليدات الصغار والكبار. خفيفة وهشيشة، نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق وندوزوا لطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله. كنحتاج هنا 3 البيضات، عندنا كاس ديال السكر الخشن عامر، كنحركو شوية كنزيدو كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب، كنحركو مزيان حتى كيدوبنا ديك السكر. كنزيدو قليل من الملح، غير شيشة، كنستمرو في التحرك حتى كيدوبنا ديك السكر. كنخليوها على جنب. كنجيبو عندنا جوج كيسان ديال الطحين ونص، ما يعادل 250 غرام. كنزيدو له مغروفة معمرة ديال الكوبيل المر، كنزيدو مغروفة ونص معمرين ديال كوبيل الحلو. كنزيدو عليها بيكنج باودر او الخميرة الحلويات جوج ديال الشاصيات 7 غرام، ما يعادل 14 غرام. صافي، كنحركو مزيان هاد المكونات. كنبقاو نضيفو شويه بشويه بعد ما خلطنا الطحين وكوبيل وخميره الحلويات او بيكنج باودر، وكنحركو شويه بشويه. حتى كيتجانس الخليط مزيان، كنزيدو بشوية بشوية. كم
نبقاو نزيدو الكميه اللي بقاتنا. كنبقاو نحركو حتى كيتجانس الخليط مزيان، ما كيبقاوش يبانو هاد الفقاعات. مره هيدا كنبقاو نستمروا في التخليط. فكتجي البنات هشيشه، جربوها وما غتندموش ان شاء الله. صافي ملي كنحصلوا على هذا الخليط هكذا متجانس مزيان، كنخليوها على جنب وكنجيب واحد المول اللي كنكونوا سبقنا دهناه بالزبده مزيان، رشينا عليه الطحين وكنضيفوا الخليط ديالنا. كنضيفوا الخليط ديالنا بهذا الشكل، كنعليو يدنا مزيان. انا اختاريت هذا المول هذا، ثم بامكانكم تعملوا اي مول على حسب اللي متوفر عندكم في الدار. فبعد ما كنضيفوا الخليط ديالنا في المول كندخلوه الفرن درجه الحراره 180 درجه مده نصف ساعه. كطيب غير من تحت، ملي كتكمل نصف ساعه ديالها كنفتحوا لها 5 دقائق من فوق باش كتحمرنا حتى من فوق. فبعد ما كطيبنا الكيكه ديالنا كندوزو باش نعدلو الكريمه اللي غتجي فوق منها. كنحتاجو فيها جوج كيسان ديال الحليب، مغروفة ديال النشا ومغروفة ديال الكاوبيل تكون عامرة. كناخدو كسرونة كنقصو عليها العافية، كنضيفو جوج كيسان ديال الحليب، كنضيفو كاوبيل. انا كنستعمل كاوبيل الحلو طبيعة الحال. حنا كنضيفو، حنا كنحركو مزيان. كنزيدو النشا، كنزيدو جوج مغارف ديال السكر، كيبقى اختياري. اللي كتعجبو الحلاوه زايده كيزيد شويه، واللي ما كتعجبوش الحلاوه بزاف يعمل غير مغروفه بركة. انا عملت جوج مغارف وكنحركو مزيان، ما كنوقفوش التحرك حتى كتعقدنا. كنستمر على هذا التحرك حتى كتعقدنا هكذا. نقرب لكم الكاميرا شويه. عقدتنا دابا، يعني ما خصناش تكون قاصحه بزاف، تكون خفيفه شويه. صافي ملي كتبقاي طلعوا ديك الفقاعات انها طابت مزيان، كنطفيو لابوطه.
فبالنسبة للتزيين أنا اخترت هاد حبوب ديال الشوكولا ديال ام ان امز. بإمكانكم تاخدو اللوز أو لا أي حاجة متوفر لكم في الدار، الكوك أو لا أو لا كاوكاو كيجي مزيون. أنا بالنسبة لي اللي اختاريت هادو مع كيعجبوهم العيال الصغار هاد الألوان وهذا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، كتجي راقيه ومزيونه وخفيفه وهشيشه بزاف. جربوها ما تندموش وردوا عليا في التعاليق، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك او ابوني بالفرنسيه والضغط على زر الجرس وجيم إلى عجبكم الفيديو. الى الفيديو القادم ان شاء الله.